السلام عليكم ورحمة الله. لديكم هذا التمرين. لديك الوثيقة الآتية التي تمثل رسما تخطيطيا. عنوان: 1. ماذا تمثل هذه الوثيقة؟ 2. اكتب البيانات. 3. اشرح العلاقة بين نشاط الظهرات وتوسع قاع المحيط. نأتي إلى الحل. ماذا تمثل هذه الوثيقة؟ إذا تمثل هذه الوثيقة رسما تخطيطيا لظهرة محيطية. ثانيا، اكتب البيانات. رقم 1 تمثل القشرة المحيط القارية عفوا لأنها تحمل قارة. 2 قشرة محيطية لأنها تحمل محيط. 3 الرداء العلوي. ورابعا الظهرة المحيطية. نكتب إذا الحل. تمثل الوثيقة رسم تخطيطي لمقطع في ظهرة محيطية. 2 تسمية العناصر. رقم 1 قشرة قارية. رقم 2 قشرة محيطية. رقم 3 الرداء العلوي. رابعا رفت الظهر. ثالثا، اشرح العلاقة بين نشاط الظهرات وتوسع قاع المحيط. إذا العلاقة بين نشاط الظهرات وتوسع قاع المحيط، نعلم أن على مستوى الرداء العلوي هناك ظاهرة الحمل الحراري، أي تتحرك الحمم أو الماغما من الأسفل إلى الأعلى ثم من الأعلى إلى الأسفل. هذه الظاهرة تؤدي إلى دفع أو خروج حمم بازلتية على مستوى الريفت هنا، وتدفع بالقشرة المحيطية ذات الطبيعة البازلتية، تدفعها جزء، تدفع القشرة الجديدة، تدفع القشرة القديمة، وبالتالي يتوسع قاع المحيط. هذا التوسع يؤدي إلى تمدد قاع المحيط، مما يؤدي إلى زحزحة القارتين أو تباعد قارة إفريقيا عن قارة أمريكا. هذا هو تفسير زحزحة القارات، أو كما درسنا سابقا تفسير حدوث الزحزحة لقارة بونجيا التي تفرقت وأصبحت قارات. نأتي إلى كتابة التفسير. تعليل. إذا تتميز الظهرة بنشاط بركاني، حيث يؤدي تدفق الحمم البازلتية التي تنشأ من ماجما الرداء المغماتي على مستوى ريفت الظهرة إلى تشكل قشرة محيطية جديدة تدفع القشرة المحيطية القديمة، لتتشكل أرضية محيطية ذات طبقات بازلتية مختلفة الأعمار. فكلما ابتعدنا عن الريفت زاد قدم هذه الصخور، وهذا ما يفسر تمدد قاع المحيط المتسبب في تباعد القارات.